نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن انفجرافات تحت عنوان المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة، وذلك في ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة. واستعرض التقرير محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تم اعتمادها في عام 2017، حيث شملت التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكافة أشكالها، بالإضافة إلى تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية.